ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. أظهرت بيانات اختبارات سريرية نشرتها مجلة الجمعية الطبية الأمريكية هذا الأسبوع أن لقاحا معطلا للكوفيد 19 طورته الصين يعد آمنا ويولد استجابة مناعية وفق ما أورد الإعلام الصيني يوم الأحد. وقدمت الورقة البحثية تحليلا مؤقتا للمرحلة الأولى والمرحلة الثانية من التجارب السريرية للقاح المعطل للكوفيد 19 طوره كل من معهد ووهان للمنتجات الحيوية التابع للمجموعة الوطنية الصينية للتكنولوجيا الحيوية المنضوية تحت ساينوفارم ومعهد ووهان لعلم الفيروسات التابع للأكاديمية الصينية للعلوم. وتضمن البحث بيانات حول 320 من المتطوعين الأصحاء الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و59 عاما، حيث شارك 96 منهم في المرحلة الأولى من التجارب السريرية، بينما شارك 224 في المرحلة الثانية من التجارب السريرية وفق المصدر ذاته. وسجل البحث متوسط عيار الأجسام المضادة المحايدة في المتطوعين الذين تم تقسيمهم إلى مجموعة ذات جرعات منخفضة ومجموعة ذات جرعات متوسطة ومجموعة ذات جرعات عالية. وأظهرت النتائج أن اللقاح حفز بشكل فعال الأجسام المضادة المحايدة في المتطوعين وأظهر استمناعا جيدا، وهو ما يشير إلى قدرة المادة على إثارة استجابة مناعية. كما قيمت الورقة البحثية سلامة اللقاح مشيرة إلى أنه لم يتم ملاحظة أي آثار جانبية سلبية خطيرة، وكان الأثر الجانبي السلبي الشائع هو الألم في موضع الحقن والذي تعقبه حمى، وكلاهما كان تأثيرهما خفيفا ومحتملا. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومي.